بحسدك على عبد الحليم، الأدعية الرائعة اللي عملتها لعبد الحليم. تقريبا كانت ده أول فيديو كليب يتعمل، أو إن احنا نشوف فيديو كليب في التلفزيون. والله هو فضل من الله سبحانه وتعالى ان انا جالي هذا التفكير، ان عايز الاعمال كانت الدينيه في التلفزيون المصري قليله. لا النوعيه مختلفه، النوعيه نفسها كانت مختلفه. كان المسجد حاجه كلاسيكيه، وكان ابيض واسود، كان المسجد والمصحف وايدين. كان كده الادعيه الدينيه كلها كانت كده. فانا فكرت انه لازم احط، يعني لما اعمل مدعية دينية لازم احط فيها ما خلق الله في الحياة الجمال. دي كانت فكرتك انت؟ دي كانت فكرتي. اوكي. ان انا اعمل ده، وخاصة بعد ما سمعت الادعية نفسها، الادعية كلها. عبد الحليم كان عايش؟ كان عايش وانا بشتغل. هو اللي حصل انه اسماعيل شبانة كان صاحبي جدا، وكان اشتغل معايا في التلفزيون، كنت بعمل برامج في التلفزيون، وعملت مسحراتي وخدت معايا اسماعيل شبانة الله يرحمه، ما علينا يعني. فكنت عملت له دعائين، لقيته جاي لي، كنت في التلفزيون، طلبني من تحت، كنت انا في الدور الثالث، قال لي تعالى، فنزلت له. ده عبد الحليم؟ لا ده شبانة. قال لي تعالى، انت عملتهم الاثنين، اللي انت عملتهم دول عبد الحليم شافهم فرحان بيهم ومعجبينه، وعايز يقعد معاك. تعال اتغدى معايا وهو هينزل لنا. قلت له خلاص بقى، مش لازم اعتذر لهم، انا بشتغل فوق وكده. قال تعالى بس، وخدني في عربيته. ما كانش عندي عربيه ولا كان عندي حاجه، انا كنت صغير لسه، مدير صغير شقي عمال يجرب كل حاجه. فروحت وقعدت معاه حوالي تلت ساعه تقريبا، او 25 دقيقة تقريبا. اتكلم معايا على انه الشغل اللي انا عامله كويس. لا احكي اول ما شفت عبد الحليم. انا صغير. وقاعد مع نجم مصر. نجم العالم العربي. ما تفتحش بقك طبعا. كنت مهبول. طبعا ساكت خالص. منبهر. كنت مجنون جدا يعني، ان قاعد مع العبقري. العبقري النجم الجبار. اللي بنروح الحفلات بتاعته بالهبل يعني، وبنعشقه يعني. انا من الناس اللي بعشقها ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم. فانت قاعد مع حد، انا عاشق لعبد الحليم حافظ. قال لك ايه يعني؟ قال لك مثلا اختار صور معينه، ولا قال لك اشتغل زي ما انت عايز؟ انا معجب. لا قال لي اللي انت عامله الاسماعيل ده حلو قوي، انا هبعت لك، هديك 15 دعاء انا عاملهم في الاذاعه، تاخدهم تعملهم لي. ودي كانت مسؤوليه بقى. رحت قلت لمين على الكلام ده، ولا ده كان لوحدك خدتهم واشتغلتهم؟ خدتهم اشتغلتهم لوحدي، ولا التلفزيون ولا التلفزيون ولا ليه علاقه بحد. وهو عمل الادعيه دي وسافر لرحله علاج، يعني انت كده شفته. وبعدين هو توفى وانا بشتغل في وانا بكيت على فكره. يعني عيطت وقلت مش هعمل الادعيه دي، خليها، وركنتها شويه. وبعدين ابتديت اشتغل فيها تاني، لانه انا حطيت بقى صوره لعبد الحليم فيها. ايوه عليها الخط. عشقي ليه يعني. وقعدت اشتغل في الاداء دي. وبعدين اما جت رئيسه التلفزيون جديده، رئيسه التلفزيون كانت مين يا استاذ جمال؟ كانت مين ساعتها رئيسه التلفزيون دي؟ كانت ماسكه. ايوه كانت مين؟ اسمها ايه؟ كانت انهي مذيعه؟ هي ما كانتش مذيعه يعني مشهوره، هي كانت بتقعد معايا. هي كانت مذيعه بس ما كانتش يعني، كانت بتقعد معايا بنعمل الـ كل اللقاءات بتاعت الرئيس التلفزيون، رئيس الجمهوريه. ده كان استاذ همت مصطفى. همت مصطفى دي كانت استاذه كبيره. همت مصطفى كانت بتعمل اللقاءات بتاعت الرئاسه وبتاع الرئاسه مع وانت بتمنتجها. وكنت بعد ما منتج معاها. فبنقعد نستنى انه في يطلعوا لنا الشغل اللي بيتم عشان تعرف تمنتجه كده، عشان يتمنتج. فبنستنى انه يطلع لنا وكده. فقلت لها عايز افرجك على حاجه،
ما كانش معانا ما كان في وقت ما كانش معانا شغل يعني اه فرحت مشغلها الاداء رحت مشغلها قالت لي ده تعرضه على طول في التلفزيون التلفزيون ورمضان والاداية تنزل هي مسكت التلفزيون وبعتت لي تعالى الاستاذ عايزك فطلعت قالت لي فين الاغاني بتاعت عبد الحليم قلت لها موجود قالت لي هنعرضها في رمضان هاتها فطلعت ال15 دقيقة وكنت مخلصهم يعني